ازيكم؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ستاند ايكيا اللي بيتعلق عليه اللبس، تمام، اللي هو ستاند الملابس يعني. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هركبه معاكم، وفي اخر الفيديو هقول لكم ريفيو عنه بالظبط، وان شاء الله هعلق فيه اللبس كمان. فتابعونا لحد داخل الفيديو ويلا بينا بسرعه. تم الحمد لله تركيب الستاند، ركبته اهو تمام، وبيبقى معاه اصلا المفك ده مش عشان يربط بيه المسامير والحاجات دي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هركب عليه البيبي لايت دي، فيلا بينا. طبعا انا هحط البيبي لايت قبل ما احط الشماعات، ماشي، علشان ايه الدماغ ما تروحش للبعيد. احط البيبي لايت كده، احط الشماعات بالهدوم بقى، فتابعوني لحد اخر الفيديو. انا خلاص ركبت البيبي لايت، شكلها والله حلو قوي، يعني مش عايزه اقول لكم انا فرحانه قد ايه. بصوا، هو ده مش مكانه مستقر عليه، يعني ممكن اغير مكانه بقى اشوف انا احطه فين بالظبط، ماشي. بس عشان دلوقتي بركبه واحط عليه الهدوم وكده، فيلا بينا. الستاند حلو قوي، حلو قوي والله بجد. ممكن احط عليه هدوم تاني، بس انا دلوقتي حطيت الهدوم يعني اللي هي كانت زحمه الدولاب، الجواكت اهم حاجه. شويه شويه بقى احط لبس تاني واغير مكانه، بس اهم حاجه اللي انا ركبته. تركيبه سهل مش صعب، ماشي، بس ايه، ركزي بس كده، هو سهل يعني. بصوا النظام بتاعهم ان هم يعملوا كل ماسوره في حاجه، ما كان اسهلهم مثلا ان هم يحطوهم في كيس كلهم على بعض كده، بس النظام بتاعهم ان هم يعملوا كده، يعني ده حاجة، يعني ده اللي بيخليها هي بجد هي ايكيا، ان هو تبقى ايكيا يعني التفاصيل الصغيرة دول بيهتموا بيها عشان يحافظوا على الجودة، فيعني دي حاجة حلوة جدا. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي وركبت الستاند، وكمان هعلقت عليه الهدوم والبيبي لايت اللي انا اشتريته عشان هو مخصوص. رب يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو دوسي لايك واشترك في القناة، اهلا بيك. لو انت لسه مشتركتيش، من اللي بيزعق بره ده؟ ما علينا، اشترك في القناة لو انت لسه مشتركتيش، اهلا بيكي، وتابعيني الفيديو الجاي، ويلا باي باي.